معانا السيدة أم عبده. أهلا وسهلا يا حاج. أستاذة أنا قلت لحضرتك، أنا أكسر يعني في الكلام مع حضرتك دلوقتي. أنا جوزي يعني، أنا مش هقول لك بقى أنا وقفت، يلا وقفت لله وعشان ولادي معاه كده. فأنا بقول لحضرتك إن أنا اتكلمت، اللي كلمته مرة لقيته بيكلم، كلم ست بيحل مشكلة يعني، والمشكلة هو ليه أب، المفروض الأب هو اللي يتحمل مسؤولية ابنه أو مشكلة ابنه. بس أنا دلوقتي بتكلم في حاجة، إن أنا دلوقتي قلت له ما تكلمش الست دي، الست دي مش كويسة، أكلمها مرة واثنين ماشي، وثالث مرة قلت خلاص، قال لي خلاص أنا مش هتكلم، وحط الرقم على الحظر ومش هتكلم. طيب فجيت أثبت إن الرقم اتغير. أنا وفي كده، وساعة ما أنا اللي رديت عليها قلت لها والله 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 لو أثبت إن أنت رنيت عليها تاني هبقى طالق منه. راح ردد عليا قال لي والله العظيم خلاص خلص المشوار على كده. رحت مسكله المصحف، قلت له المصحف ده لو رنيت عليها تاني انا هبقى طالق. قال لي خلاص والله خلص المشوار وانتهى. اثبتت تاني ان هو كلمها. انا عايز اعرف انا ذنبي، انا متضايقه ان انا حلفت على المصحف والموضوع اتكرر، انا هشيل ذنبي ولا ايه؟ بص يا ام عبده، بص يا ام عبده، انا هقول لك حاجتين ثلاثه. انت اصلا ماشيه في الطريق الغلط. انت واحد وقع منه القرش في الشارع النور فراح بيدور عليه في الشارع الضلمه او العكس، فايه اللي حاصل؟ دي مش طريقه حل المشكلات. زوجك بيكلم واحده تانية، نعمل ايه؟ نقعد مع بعض ونعرف، نعرف هو بيعمل كده ليه. هل معنى كده ان اللي عمله ده عمل صالح؟ لا، عمل فاسد ويحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى. بس انت اللي بتكلميني مش هو. انت بتقولي لي انا زعلانه قوي 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 عشان حلفنا على المصحف وطلع الحلفان دوت وبقى يمين غموس. انت بتعملي حاجتين واضحين، هم واضحين قدامي، بتفتشي في التليفون الله يبارك في الله يسامح حضرتك، وبتعملي حاجه تانية. ايه اللي حاصل؟ بتروحي تسيبي اصل المشكله وتمسكي في الفرع ان هو بيكلم واحده ست. اصل المشكله ان علاقتكم مع بعض غير علاقه محتاجه تعود الى الاتزان، تعود الى التوافق. فحضرتك محتاجة أول حاجة تقعدي مع جوزك تعرفي هو بيعمل كده ليه، مش إنك أنت تقولي له أنت كذا 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 كذا، ففي الآخر خالص يحلف لك حلف كاذب، والدليل على ذلك إن هو بيتكرر مرة تانية. فأنت بتقولي لي أعمل إيه؟ أول حاجة أنا مش هقدر أقول لك إن الطلاق وقع أو ما وقعش، عشان هو اللي لازم يكلمنا عشان أنا نتحقق منه. فمسألة إن الطلاق وقع أو ما وقعش مش هقدر أجاوبك فيها، لازم هو يتواصل معانا عشان نقدر أجاوب عليه. الامر الثاني، انت تعملي ايه؟ تقعدي معاه تقولي له انت طبعا عايزه تصلحي الحال، تقولي له انا عايز اعرف هو في ايه، لو سمحت كلمني كصديقه، انا يا سيدي صديقك كلمني، ايه الحكايه، ايه المساله، عشان نقدر نعمل الكلام ده. انا عارف ان الامر ده ممكن يكون صعب عليك، بس واضح ان انت حضرتك بتعملي حاجه وبتتكرر وهتتكرر لو ان احنا ما عرفناش السبب. هو هيجي يقول لك ايه مواطن الاشياء او ايه الاسباب اللي بتخليه بتدعوه الى هذا الامر، فنبتدي بقى نتكلم في هذه الاسباب. غير كده احنا مش هيتحل الموضوع ده. ليه طيب؟ لان هو، انا اسف يعني، هو نفسه الاماره بالسوء، استمع اليها واتبع هواه ومشي ورا هواه اللي ضله وخلاه يرتكب الحماقه ويرتكب المعصيه تحت دعوه ايه؟ ان هو عنده نقص زواجي، زي بالظبط الواحد اللي عنده نقص غذائي، فهو اعتبر ان كلامه مع الست دي مكمل غذائي، مكمل زواجي. فطبعا احنا لازم نقضي على المساله دي. فنصحت لحضرتك مساله بسيطه، هنقعد ونتكلم بوضوح وبصراحه عشان نقدر نتجاوز ده، وده كلام الكل. محدش يخلي المساله ان هو واحد اتكلم واحده يبقى خلاص، لا اما الطلاق لا اما ارضى، لا مفيش كده، في حلول تانية خالص كتير عندنا. طب واذا ما عرفتوش تفهموا تيجوا على مركز الارشاد الزواج ونتكلم، يبقى في حلول كتيرة. ولذلك احنا عندنا قاعدة في الإرشاد الزواجي، الله خلق المشكلات لتحل بأكثر من طريقة. بس